بتعبر عنها بصوره واضحه جدا في ميثاق المنامه الاخير، يعني اولويات 1 2 3 وبعدين التنسيق. انا اعتقد انه في تقديري الخاص، وانا لا اتدخل في الشان البحريني، ولكن كإنسان عاش في ذلك الوطن، اعتقد بانه الاولويه انك انت تتحكم في مدخلات التغيير السياسي. نحسم موضوع هذا التنسيق السياسي قبل ما نتكلم على التفاصيل الاخرى. هذا ما كشفه الدكتور صلاح البندر الذي سمي باسمه التقرير المعروف بتقرير البندر، في كلمة له أمام الجالية البحرانية في لندن، مؤكدا استحالة الحل السياسي للأزمة في البحرين، وأن كل من يراهن على إصلاح نظام آل خليفة يعيش في وهم. كل الإخوة في الوفاق أو في القوى السياسية اللي بيفتكروا إنه هنالك حل سياسي في البحرين بما فيهم ويليام بيرنز، اللي أنا مبارح بالليل بعت رسالة بالإيميل له وقلت له أنت بتضحك على نفسك، لن يكون هنالك حل في البحرين في المنظور، لانه سياسه الحكومه البحرينيه او السلطات في البحرين معتمده على الخداع والتمويه. واضاف البندر ان من يؤمن بانعكاس الوضع الاقليمي على البحرين هو واهم. وحول رهان القوى السياسيه على ولي عهد النظام سلمان حمد الخليفه، بين البندر ان سلمان نفسه هو مؤسس مشروع مخطط البحرين الهيكلي، والذي يهدف إلى تقليص نسبة البحرانيين إلى 30% من السكان بحلول عام 2030، مبدياً أسفه من عدم إعطاء المعارضة السياسية الاهتمام الكافي لكشف التقرير بسبب انشغالها بالحملات الانتخابية. هذا المخطط الهيكلي للبحرين 2030، ما فيش حد في البحرين أتيحت له فرصة أن يعرف ما هو المخطط الهيكلي. لذلك أنا بقول إنه اللعبة للناس اللي بينخدعوا بها إنه هنالك ولي عهد يعني مزاجه مزاج ليل علوي كده حنين على الشيعة ودار يشتغل معهم، هو المسؤول عن هذا المخطط، وهو اللي وراه، وهو اللي دفع $6 مليون لشركة SOM من خلال مجلس التنمية الاقتصادية لتأسيسه، وهو اللي أصدر تحويله من مجلس التنمية الاقتصادية ومن وزارة البلديات إلى الديوان الملكي. وكشف أنه سلم التقرير للمعارضة التي تكتمت عليه قبل أن يسلم إلى الحقوقي المعروف نبيل رجب الذي نشره للعالم خلال 24 ساعة. البندر توقع في كلمته أن البحرين ستتحول إلى مستوطنات حسب المخطط الذي يشرف عليه سلمان شخصيا، مشيرا إلى أن الشركة التي أعدت المخطط هي شركة صهيونية، وهي نفسها التي قامت ببناء مطار بن غوريون في تل أبيب وساهمت في هندسة المستوطنات في الضفة الغربية. وأكد البندر أن السلطات في البحرين قامت بتجنيس 360 ألف شخص وتسعى إلى زيادة عدد السكان لـ2 مليون مع حلول العام 2030. واحد من الأسرار، لأنه هو اللي بيحدد ما هي البحرين سنة 2030 عندما يصبح الشيعة 30% من السكان. الهدف انه في هذا المخطط انه تتحول البحرين الى مستوطنات بما فيها قرى الشيعة، مستوطنات بالكامل، لانه هذه الشركة هي، انا مش عايز امشي في الاتجاه بتاع انها شركة يهودية وغيره والمؤسسين يهود وكذا كلام ما عندهم.